اياكم لفقره بدها تركيز كثير، بدها تامل كثير، واعطونا شويه رواق، وهي بدها وقت كمان. هي بزبطك مع رمضان عشان الواحد ذهنه صافي بيكون. ويعني مثل ما بنقول هيك التامل، هذا هو عنواننا فقرتنا، التامل التجاوزي. وشو الفرق، شو بنقصد بالتامل التجاوزي، ماذا يعني، وهل بالفعل بياثر على الطاقه، على القدرات الذهنيه؟ هذا التامل بمارسه تقريبا 7 مليون شخص في العالم من مختلف الثقافات والخلفيات. يمكن في ناس بتتعامل معه بس ما بتاخده بجانب الاهتمام والتركيز اكثر، لهيك حنحكي اكثر عنه ونتعلم شو هو التأمل التجاوزي مع أستاذتنا في الاستوديو بسمة أبو سوي، أول معلمة معتمدة في فلسطين في هذا الجانب. يسعد صباحك وصباح الطاقة الجميلة. يسعد صباحك ويسعد صباحك ألاء ويسعد صباح كل جمهور تلفزيون فلسطين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ بسمة. يعني خلينا بالبداية نتعرف على التأمل التجاوزي وشو بيفرق عن أنواع التأمل الأخرى. أوكي، التأمل التجاوزي هو تقنية فريدة من نوعها اليوم في العالم، فريدة من نوعها لأنها أول شيء كتير سهلة وكتير بسيطة، سهولتها وبساطتها جاي لأنها طبيعية تماما. في التأمل التجاوزي إحنا بنعتمد على الميل الطبيعي للعقل، إنه عقلنا دائما بده أكتر وأكتر، بدنا أكتر وأكتر معرفة، بدنا أكتر وأكتر متعة، بدنا أكتر وأكتر سعادة بحياتنا. هذا الميل الطبيعي للعقل إحنا بنعتمد عليه بالتأمل التجاوزي. بالتالي هاي التقنية ما بدها أي مجهود لأن نمارسها، وزي ما حكيت علاء يمكن إحنا بتأمل تجاوز مش بحاجة نركز أبدا، إحنا بالعكس إحنا كأننا بنعطي عقلنا إجازة، إحنا طول النهار من ما بنصحى لبننام وإحنا مركزين مركزين وبنفكر وكذا. إحنا عقلنا بيكون بحاجة إنه بده يرتاح، بده يهدى، بده هيك بده يغوص للأعماق، فإحنا بنعطي العقل هاي الفرصة إنه يرتاح، إنه يغوص للأعماق، إنه يستمتع أكثر، إنه يكون مبسوط. فبطلع بالتالي من هاي الحالة اللي بنعملها 20 دقيقة باليوم الصبح والمساء، بطلع عقلنا أكثر نشاط، مستمتع أكثر، بنطلع على شغلنا مبسوطين راضيين عن حالنا، بنشوف الدنيا بمنظار مختلف، كأني لابسة هالنظارة وكانت مغبشة بنظفها، بصير شايفة الأشياء بطريقة كتير أحلى، بطريقة إيجابية أكثر، بكون مبسوطة مع حالي أكثر، برجع بعيش بسلام داخلي، برجع احب حالي، ولما بحب حالي بحب كل حدا حوالي وكل الناس حوالي. اتفقنا يعني سلام داخلي واحب حالي، هذول القاعدتين يمكن اللي لازم نبني عليهم السعاده في كل مكان. ولما نحكي تامل تجاوزي انا بدي اسال، هل هذا الجانب له مساحه خاصه؟ يعني في ناس لما بدها تروح للتامل بتطلع على جبل او بتروح على بحر، احنا يمكن احيانا محرومين البحر، وايام كمان في وسط المدن محرومين الجبل، قديش ممكن نعيش بهذا التامل بمساحه نعيش فيها الأشياء الطبيعية والأشياء اللي ممكن تريحنا أكثر بأي وقت وبأي زمان؟ إحنا عشان نعمل تأمل تجاوزي مش بحاجة لأي ظروف خاصة، بنقدر نعملها إحنا هلأ قاعدين بالاستوديو، بنقدر نعمل تأمل تجاوزي قاعدين في البيت، ممكن أكون بالقعدة بغرفة نومي على تختي، قاعدة بمكتبي على الكرسي، يمكن أكون قاعد بالسيارة بس مش أنا اللي بسوق، حدا تاني بسوق طالعة مشوار طويل، فبقعد بعمل تأمل تجاوزي. عشان هيك هو هالقد سهل، إحنا كل ما هنالك إحنا بس بنكون محلنا، إحنا بنعكس انتباه عقلنا من برا للداخل، بس بنساعد عقلنا يرجع للداخل، نرجع نتعرف على حالنا، نرجع نكون أكثر وعي لأفكارنا، لمشاعرنا، لحواسنا. وهاي العملية بس إحنا بنكون مطلوب بس إن نكون قاعدين مرتاحين وضعية جلوس مغمضين عينينا، وفي التقنية البسيطة اللي بنتعلمها اللي بتساعدنا نرجع هالعقل لجوا. يعني إحنا بحياتنا اليومية زي موج البحر، كيف البحر الموج، نروح على البحر نلاقي البحر هايج والموج طالع نازل، هيك عقلنا يكون فيه 100 فكرة بديها، وإحنا منقول البحر هايج أو عقلنا مجنون، بس عمليا هو مش عقلنا ولا البحر. إحنا إذا بناخد مقطع طولي منغوص للأعماق، كل ما دخلنا للأعماق كل ما كان في جمال أكثر، في متعة أكثر، في هدوء أكثر، في سكينة أكثر، يعني ولما بنطلع بنطلع كتير منتعشين، نسمع حالنا، نسمع روحنا. بس أستاذ بسمة كيف بنقدر خلال هاي الفترة، هو تقريبا 20 دقيقة يعني تأمل باليوم مرتين صباحا ومساء، صحيح، فهدول 20 دقيقة كيف بدنا يعني نسمع حالنا، أو شو الإشي اللي بدنا نحكيه مع حالنا، بحيث أنه إحنا لما بنسكت وبنهدى ونحاول نتأمل بتصير كل الأفكار اللي طول الوقت ملاحقانا وبتطارد فينا في نهارنا عم تيجي هلأ، صحيح. فكيف نهرب منها هاي؟ أول شغلة إحنا ما بدنا نهرب ولا من أي شيء، إحنا بس نتعلم هيك نكون في حالة من الاستسلام الحلو مع حالنا. وهي مرات كتير سهل الكلمة نقولها، بس لما بنعملها زي ما قلتي بنحس إنه بنصير نسمع الأفكار أكتر. في تكنيك محددة
اللي احنا بنتعلمها. عاده لما بنتعلم نتعلم باربعه ايام. اول يوم بيكون درس خصوصي، يعني اذا انت قلقتك تعلمي بتيجي عندي لمده ساعه بالضبط، بكون انا وياكي بعلمك هذا التكنيك، وهذا التكنيك لازم نتعلمه احنا مع معلمة او استاذ مباشره، يعني مش ندخل على يوتيوب ولا مش عارف ايش، لا، لانه احنا بنتعلم تكنيك هالقد بسيط، هالقد ممتع، هالقد حلو، بس كمان هالقد بنشتغل على جهازنا العصبي، وجهازنا العصبي كثير حساس، وهو اصلا هو مثقل بكثير اشياء، فاحنا بدنا نساعده انه كمان هو يرتاح، مش بس نساعد عيلنا، نساعد جهازنا العصبي كمان انه يرتاح، ياخذ هاي الاجازه، اللي هو مجرد ما يوصل هاي الاجازه هو ببلش كمان ينظف حاله، يخلص من كل اثار التجارب الصعبه بحياتنا، الصدمات كلها شوائب واجسام غريبه على الجهاز العصبي اللي هي مضايقته، فبنبلش كمان احنا نخلص منها وننظفها. فالعمليه عمليه بسيطه بس بدها عشان نتعلمها زي ما حكيت، وهذا جزء كمان من مسؤوليتنا تجاه اي شخص بيتعلم. لما احنا بنقول احنا بنتعلمه من معلمه معتمده دوليا وماخذه دوره، اكيد لانه في كمان مسؤوليه تجاه اي شخص بده يتعلم. انا ما بتركك ليوتيوب وبعدين انت مش فاهم شو صار معي، طب كيف اتعامل، طب كيف اتصرف، طب ايش صار، لا، احنا بنكون مع بعض على مدى اربعه ايام، بنضل مع بعض، بنتبع مع بعض، بنشوف شو اختباراتنا، ايش عم بيصير معنا، ايش عم بيصير بافكارنا، ايش عم بيصير بنفسنا، كل شيء بيصير معنا بنفهمه مع بعض. بديش اياك توقفي يعني. ولا انا يعني في عندي اسئله كثير بس قديه ممتع الاستماع. هو ممتع الاستماع. وكنت بدي اوصل لمرحله هون، دائما لما بدنا نوصل لمرحله الاسترخاء، يمكن هي بعيده عن تامل، الاسترخاء اللي بندور فيها على موسيقى ديجافو اكثر، لموسيقى اكثر تعطينا هدوء، وممكن نروح يعني سرحان او نشرد. ممكن تامل التجاوز فيه هو الشرود اللي بنعيشه احنا يمكن مع ذاتنا، ونوصل فيه لاحلام اليقظه، او نطلع من الجو والستريس اللي احنا فيه. هو مش شرود ولا سرحان، هو وعي. هي كلمه مهمه جدا، هو وعي. احنا بنصير اكثر وعيا لذاتنا، بنصير اكثر وعيا لافكارنا، اكثر وعيا لقلبنا، لحواسنا، لمشاعرنا، اكثر وعيا للبيئه اللي احنا حوالينا. هذا الوعي احنا بنكون هالقد واعيين ولكن بشكل مريح تماما، يعني احنا مش بحاله غيبوبه ولا سرحان ولا شرود، بالعكس احنا واعيين تماما لنفسنا، لمشاعرنا، لعائلنا، لافكارنا، للمحيط اللي حولنا، ولكن بشكل مريح تماما. عشان هيك احنا بنطلق عليها اسم اليقظه المريحه، يعني احنا مرتاحين تماما ولكن واعيين. وهذا واحد من اهم الاسباب اللي بتخلي هاي التقنيه عم تشتغل، لان كوني انا واعيه بصير انا قادره افكر بوضوح اكثر، بصفاء ذهني اكثر، بخلي جهازي العصبي هالقد واصل لحاله من الراحه العميقه، اللي انا لما بطلع بحس حالي مبسوطه، اكثر قدره على الابداع، اكثر قدره على الانجاز. فهي مش سرحان، لانه السرحان ممكن اطلع منه انقز او احس انه اثر. نعم. وين كنت انا؟ طيب استاذ بسمه، انت ببين الاثر، يعني احنا بنحكي عن اختلاف على كل التفاصيل في حياتنا، على القدرات الذهنيه، على الطاقه، على التركيز، مثل ما حكيتي، وكانه يعني مرحله بحث عن الذات والوعي والسعاده. متى بنلاحظ النتيجه؟ وهل بتختلف من شخص لاخر؟ بنلاحظ النتيجه من اول جلسه. يعني انا اللي بعلم اليوم تقريبا 4 سنين ونص، قدرت أعلم بحدود 280 شخص من خلفيات اجتماعية اقتصادية أكاديمية مختلفة، من أعمار مختلفة كمان. يعني أصغر حدا علمته كانت طفلة عمرها 5 سنين، أكبر حدا سيدة عمرها 84 سنة، فمن خلفيات وتنوع مختلف. التأثير بيصير من أول جلسة، اللي هي أول ساعة اللي بنسميها حصة التعليم الخاص. من أول جلسة إحنا بنحس قديش كان سهل إني أوصل لهذا المكان الجميل الحلو الجوات، هذا الطفل المبسوط اللي موجود جواتي. يعني أنا الصبح وأنا بحضركم حضرت الطفل السعيد الأغنية هاي، فحسيت أنه بالفعل في طفل سعيد جوا كل حدا فينا. بس إحنا مرات الحياة بتاخدنا وبتجيبنا وبتلهينا وننسى، فإحنا كل ما هنالك بنرجع نتعرف عليه، بنرجع نلاقيه، بنرجع نحس بهذا الكنز اللي موجود جوانا وإحنا شوي مش منتبهين لإله، لأنه كتير الحياة اللي عم تاخدنا وبنركض بنركض بنركض. طيب أستاذ بسمة، يمكن في بعض الحالات اللي الواحد بدور فيها على الطاقة فبيبعد عن كل الشحنات، الساعة، التليفون، الموبايل، وشي في موضوع التأمل كمان، أنا بحاجة أنه أكون أكثر صفاء حتى بعيد عن الشحنات السلبية، أو في اتجاه معين يمكن نكون فيه قاعدين على أساس أنه أنا أستفيد أكثر وقت وأستفيد أكثر من التأمل. طلع أنا زي ما قلت أنه إحنا بنقدر نعمل وين مكان، يعني حتى انت بالاستوديو بكل هالمشتتات اللي حواليك بتغمض عينك وبترجع محلك، ما بفرق عليك شيء، لا صوت ولا ضوء ولا شيء.
ولكن طبعا في اجواء مثاليه اللي بنقدر نوفرها لحالنا، خصوصا لما بنكون جديد عم نتعلم شيء، فيفضل احنا نساعد حالنا بان نكون قاعدين في مكان مريح، في مكان هادي. يعني انا لما بعمل تامل بطفي التليفون، ما مش بحاجه له، مش بحاجه لكل هاي الرسائل اللي بتضل شغاله طول الوقت، لاني انا هدول العشرين دقيقه لي، من حقي على نفسي اني ادير بالي على حالي، وهدول هم العشرين دقيقه الصبح، عشرين دقيقه المساء، هدول حقي انا، هدول لإلي. طول النهار بشتغل لكل حدا، لاولادي، لبيتي، لشغلي، فهدول العشرين دقيقه هم إلي، لاني انا استحق هدول العشرين دقيقه. فبالتالي بحاول اوفر لحالي بيئه مريحه لاستمتع فيها. مع ذلك احنا بنقدر نعملها، زي ما قلت لك ممكن اكون راكبه بالتاكسي انا رايحه مشوار، وهذا الوقت الوحيد المتاح اللي بقدر اقعد واعمل تامل. فهي بس بنقدر، يعني اذا كل ما احنا قادرين نوفر لحالنا جو مريح وجميل، واي نوت، بالعكس بتعطينا راحه اكثر. طبعا هذا التامل التجاوزي يعني مشهور مثل ما حكيت يعني في المقدمه على مستوى العالم، وهو اصلا تاريخي يعني من الهند كمان. مزبوط. في الثقافه الهندوسيه، لكن هو قرات انه في كلمات معينه بتم ترديدها خلال التدريب، فهل هاي بتختلف من ثقافه لاخرى؟ وشو هي طبيعه هاي الكلمات؟ شو اللي بتعمله هاي الكلمات والتكرار تبعها بنمط معين؟ خلينا اقول التامل التجاوزي هو تقنيه جاي اصلا من ثقافه قديمه جدا، معرفه بشريه قديمه جدا اسمها علوم الفيدا. علوم الفيدا هي واحده من اقدم العلوم او المعرفه او الحضارات اللي عرفتها البشريه الانسانيه، عمرها اكثر من 8000 سنه تقريبا او اكثر. هاي المعرفة بتستند بشكل أساسي على الطبيعة، على علاقة الإنسان بالطبيعة، على قربنا من الطبيعة. إحنا كل ما كنا أقرب للطبيعة كل ما قادرين نحس كأنه في قوة، ذكاء خارق بيقود كل هذه الطبيعة. فهذيك الأيام لا كان في إنترنت ولا مشوشات، الإنسان كان قريب جدا للكون وللطبيعة. فهاي المعرفة هي معرفة طبيعية تماما. التقنية التأمل التجاوز اللي طورها هو أستاذ اسمه مهاريشي مهاشيوغي، هو فيزيائي بالأساس، وطورها بحيث تكون مناسبة للإنسان في يومنا الحالي. لأنه قبل كان الواحد يمكن يطلع على جبال الهيمالايا يتأمل، ولا يروح على جبل قرنطل عشان يعزل حاله، ولكن إحنا بحياتنا اليوم العملية والديناميكية وفيها ركض، إحنا كلنا بحاجة لهاي الراحة، بس مين قادر يوفر 40 يوم أروح فيها على كهف؟ فهي التقنية 20 دقيقة هي بتعطينا نفس المنفعة اللي بتعطينا إياها لو إحنا رحنا واعتكفنا يعني. فهي زي ما قلت اليوم هي منتشرة عالميا، يعني بكل دول العالم تقريبا موجودة، وهي لأصلها مش بس من الهند، هي أكثر من هديك المنطقة اللي هم يعني نيبال، الهند، شرق آسيا. تمام. هلأ هاي الكلمات إحنا بنسميها مانترا. صحيح. والمانترا هي عبارة عن كلمات، هي أصوات من الطبيعة. هاي الأصوات من الطبيعة هي أفكار، يعني كل فكرة إحنا إذا بنفكر، كل فكرة هي عبارة لها وجهين، صوت ومعنى. إحنا بنختار كلمة إلها صوت بمعنى ذبذبات، بس ما إلهاش أي معنى. ليه؟ لأنه عقلنا بحب يفكر، زي ما قلتي ألا إحنا بس نقعد ونهدم سير مليون فكرة برأسنا، ألا لأنه عقلنا بحب يفكر إحنا بنتحايل عليه، بنقول له أوكي هاي فكرة، خذ هاي الفكرة، فهو بنصير نردد هاي الفكرة كونها ما إلهاش أي معنى، فمش قادرين نروح ونيجي معها ونحلل ونفسر ونسرح إحنا وياها. فهي هاي الفكرة هي اللي بتساعدنا إن نغوص للداخل، بتساعدنا إن نعكس انتباهنا من كل إشي خارجي، من كل شيء مادي، إلى الإشي الروحاني اللي جوانا. والروحاني هو عكس المادي، مش بالضرورة ديني يعني، إنه نرجع لذاتنا، نرجع نتعرف على نفسنا، نرجع لروحنا، نرجع للإنسان الحلو اللي جوانا. فهي هذه هي الكلمة اللي إحنا بنتعلمها في الحصة الخاصة. بكل حصة يعني أنا بقدر من خلال التدريب اللي أنا أخذته إني أختار الكلمة المناسبة اللي بتناسب علاء، اللي بتناسب علاء، اللي بتناسب. طيب على أساس هذا الإشي آخر شيء نختم، يعني الفيدباك أو كيف كانت ردة فعل كل حدا عاش هذا التدريب معاكي على صعيد الحياتي، وبعد بشهر بشهرين كيف تواصل معاكي، وكيف صارت هاي الإشي من اللايف ستايل أو جزء من حياته اليومية اللي بعيش عليها؟ كتير حلو سؤالك. يعني هو في تفاوت، بس بشكل عام كل حدا علمته حس بهاي المنافع. وزي ما حكيت انت مش مضطر تستنى شهرين وثلاثة عشان تحس فيها، انت من اول يوم بنحس، على الاقل نبدأ نحس بهذه الراحة والاسترخاء. في كتير ناس اللي عندها مشاكل بالنوم بتحس انه رجعت اقدر انام بدون اي مجهود، انا بعمله وقادر انام، انه هذه حد التوتر والعصبية تبعتنا عم تختفي. في تفاوت، وفي ناس عن جد اللي بتكون هالقد التجارب تحول كتير واضح، زي في صديقنا المشترك، يعني لهذا التحول الجميل، وكأني أنا هذا الإنسان الحلو اللي أنا مخبيه محطوط بمكان مخفي، واو رجعت لقيته.
صحيح. انا لمست لقيت هذا الانسان الحلو اللي موجود فيه وين كان، وين انا ضايعه عنه. في تحولات، يعني في سيده جميله جدا وصديقه لي، يعني انا كنت اعرفها زمان بشكل عام، ولكن لما تعلمت بفتخر بعلاقتي معها، اللي بتقول لي انا كنت زي الريحانه اللي محطوطه بقوار ودبلانه، انا بس سقيتها مي ورجعت واو، الريحانه رجعت خضراء ورجعت منعشه ورجعت ريحتها حلوه. هذا اللي بيعمله التامل التجاوزي. لا يمل معك الحديث استاذه بسمة، وعن جد احنا حسينا بالطاقه، يعني هيك في طاقه جميله. انا اول طالب وانا كمان، ولانه كمان يعني شفت كثير من الناس اللي فعلا اثر عليهم وفرق معهم هذا التامل التجاوزي. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا، صباح جميل، صنعتي يومنا. شكرا لكم، هلا فيك.